أهم توقعات الفلك لمواليد الثور بالأسبوع الثالث من شهر شباط فبراير 2022. عزيزي الثور، بين السبت 12 قلنا والتنين 14 يمكن تتوصل لمبتغاك حتى ولو اتهموك الآخرين بالعجرفة أو الغطرسة. إنما احذر من بعض الالتباس بهالأسبوع، وابتداء من الثلاثة 15 أو على التحديد بين الثلاثة 15 والأربعة 16، لأنه هاليومين معاكسين. اضبط انفعالاتك وما تبادر لأي شيء، وإذا أردت الغوص ببعض التفاصيل أو فضح بعض الملفات أو الذهاب حتى في سجالات، فراهن على الخميس 17 أو بين الخميس 17 والسبت 19، يعني بين الثلاثة والأربعة بهالأسبوع الثالث كون متحفظ جدا. وإذا أردت المبادرة فاعمل هالشي بين الخميس والسبت. الأوقات بتكون عذبة جدا واللقاءات العاطفية جيدة بين الأحد 20 والأربعة 23. هالفترة بتعيش أجواء حالمة ورومانسية، وربما في علاقة متكتمة بتنشأ أو ميل إلى شخص غير قادر على الارتباط فيك، بخليك تعيش حيرة بذات الوقت، لكن الأهواء بتكون صاخبة جدا، فبتناقش وبتعطي رأيك وبتروح بكل الاتجاهات وبتلتقط الفرص وبتعقد اجتماعات وبتوحي لإلك الأفلاك بأفكار مميزة.